اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الكريز. ومقادير الكيك: 300 جرام كريز مقطع، نص كوب زبده، 1.5 كوب سكر، 4 بيضات، 1 معلقه صغيره روح اللوز، 2 كوب دقيق، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج سودا، نص معلقه صغيره ملح، 1 كوب لبن رايب، و2 معلقه كبيره عصير الكريز، لان طبعا الكريز ده مش طازه فبناخد العصير بتاعه اللي في البرطمان. وعندنا فروستنج كريمه الزبده، هيكون 1 كوب زبده، 4 كوب سكر بودره، 1 معلقه صغيره روح اللوز، 2 معلقه كبيره عصير الكريز، وعندنا كريز للتزيين. نبتدي بالكيك. هنضرب الزبده والسكر، هنحط روح اللوز مع البيض، ولما نضرب الزبده والسكر هنبتدي نضيف البيض واحده واحده، وهنخلط المقادير الجافه مع الدقيق. زي ما دايما متعودين هننزل الزبده من الجوانب ونطلعها من القاع قبل ما نبتدي نضيف بقيه البيض. هنحط المقادير الجافة وهنحط عصير الكريز واللبن الرايب. نبتدي نخلطهم مع بعض. واخر حاجة هنعملها ان احنا هنضيف الكريز على الكيك ونقلبه مع بعض علشان يتوزع كويس. ما ضربناهوش في العجانة علشان الكريز ما يتقطعش ويفضل محافظ على شكله. اوكي، دلوقتي هنقسم الكيك على صينيتين مجهزتين بالزبدة والدقيق وندخلهم الفرن على درجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن حوالي 30 دقيقة. ودلوقتي نعمل الفروستنج. هنحط الزبدة في العجانة الأول لوحدها عشان تتضرب وتبقى هرشة، وبعد كده هنحط السكر وعصير الكريز وبعدين هنشوف لو محتاجين نزود كريمة أو لا. وعندنا كمان روح اللوز، هنحط برضو روح اللوز مع عصير الكريز في الأول. نطلع الزبدة من القاع والجوانب قبل ما نضيف السكر. ده هيسهل انهم يختلطوا ببعض بسرعة. ونضربهم مع بعض. هنحط الاول عصير الكريز وروح اللوز ونضربهم مع بعض، وهنشوف لو هنحتاج الكريمة ولا لأ.